السلام عليكم. أصدر فريق متابعة قضية وفاة الصحفي محمد عبد العبسي إعلانا رسميا عن انتهاء إجراءات تشريح الجثة وفحص العينات وظهور نتائج التشريح والتحليل. وبحسب البيان فإن نتيجة الفحص المخبري وتقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة الصحفي محمد عبد العبسي كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون. قضية وفاة الصحفي الاستقصائي محمد العبسي التي تمثل أهمية بالغة على مستوى الرأي العام حملت في مضامينها دعوات كثيرة أطلقها محتجون ومتابعون للقضية حول الإجراءات التي تمت ومعرفة أسباب الوفاة وتساؤلات ماذا بعد هذا التقرير والبيان الصادرين. محمد العبسي أحد الذين انتهجوا فنا من فنون الصحافة التي تزعج السلطات والشبكات النافذة، وهو فن الصحافة الاستقصائية القائم على تقصي الحقائق ومعرفة الحقيقة قبل أن يتحول الصحفي المهتم بنقل الحقيقة للناس إلى حقيقة غير مكتملة يتناقلها الناس على أنه مات مسموما في انتظار الخطوات التي ستؤدي إلى معرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة. كان موته فاتحة الحديث عن ملف الجرائم السياسية في اليمن ودافعا لمعرفة الحقيقة ومن يقف خلف إسكات الأصوات المعارضة والمناهضة للفساد والنفوذ، وهو ملف لا يزال شائكا ومفتوحا في ظل غياب تقصي الحقائق وغياب منظومة العدالة التي تنصف الضحايا وتجبر الضرر. مشاهدين الكرام، المساء اليمني يحاول تسليط الضوء على اغتيال العبسي ونتائج التقرير والخطوات التالية لذلك، فأهلا بكم. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. ربما أن اليمنيين يتجاهلون ظاهرة الاختطاف لأن البلد بكله مختطف. محمد العبسي مات مسموما، هكذا جاء الخبر معلنا انتهاء الفصل الأكثر وجعا وترقبا لدى أسرة الصحفي محمد عبد العبسي والمهتمين بالقضية. البيان الصادر عن فريق متابعة وفاة الصحفي العبسي الذي أعلن رسميا عقب إجراءات تشريح الجثة وفحص العينات أظهر أن طبيعة الوفاة كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، حيث وجدت مادة الكربوكسي هيموغلوبين في الدم بنسبة تشبع 65%، وهي نسبة قاتلة بحسب التقرير. قدم التقرير إجابة أكثر حيرة من السؤال ذاته، فالموت بفعل تأثير الغاز يفتح مساحة جديدة من الملابسات والتكهنات والخطوات حول طبيعة الجريمة والآراء المتضاربة حول المادة القاتلة وطبيعتها. فمن أين وكيف وصل هذا الغاز إلى جسد محمد؟ وبعدها كيف تم تشريح الجثة؟ وماذا بعد هذا التقرير؟ محمد العبسي مات مسموما، هذا هو الجديد في قضية الصحفي التي أثارت وفاته جدلا واسعا، يبدأ من لحظة وفاته ويمتد إلى تاريخ من اغتيال الحقيقة ودفنها. يوما ما كان هذا الصحفي الشاب ينقب في ملفات النفط الفاسدة ويلوح بيديه، وفي ملامح وجهه شيء من المثابرة والحيوية، فهل ذهب محمد في سبيل الحقيقة وفي بلد الحقائق الغائبة؟ لم يكن العبسي أول الصحفيين الذين لفظوا أنفاسهم في سبيل حرية التعبير ومعرفة الحقيقة، فمنهم من نجا من الموت بأعجوبة، ومنهم من مات في ظروف غامضة، ومن بين تلك الأسماء صاحب عبارة الديمقراطية كلمة مرة، الصحفي عبد الحبيب سالم ورفيقه عبد الله سعد الذي توفي في ظروف غامضة أيضا، وغيرهم الكثير. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ نبيل أسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك في هذه الحلقة التي سينضم أيضا فيها معك آخرون عبر الهاتف. بداية أستاذ نبيل، لو بدأنا بالحديث عن قضية الشهيد العبسي من البيان الأخير الذي صرح أو الذي صدر وأشار إلى وفاة محمد العبسي مسموما، كيف تعلق؟ أهلا، أولا رحم الله الشهيد محمد العبسي الذي كان صحفيا متمترسا بارزا قارع الفساد في أكثر من شكل، وكان يعني متخصصا في الصحافة الاستقصائية، تناول العديد من القضايا التي تخص الكهرباء والنفط وأيضا التعاملات المالية وغيرها من القضايا الهامة التي لم يكن يتحدث عنها بشكل كاف ومتكامل سوى الزميل الشهيد محمد العبسي. نجدد عزاءنا للأسرة الصحفية ولأسرته بهذه الفاجعة الكبيرة. بالنسبة لما صدر عن لجنة المتابعة
لقضية وفاة محمد العبسي أحب أن أوضح أن هناك العديد من الإجراءات اتخذت في هذا السياق. كان أولها حينما توفي محمد العبسي، وكان هناك الكثير من الملابسات التي جعلت الأسرة الفقيد ونقابة الصحفيين والعديد من الزملاء والمقربين والأحبة، يعني هناك ملابسات واضحة وأرادوا معرفة الحقيقة، وبالتالي تم إيقاف مراسم دفن الجثة، وكانت الإجراءات وفق التالية: تم اجتماع عدد من الجهات المهتمة في هذا يعني أسرة العبسي أولا، ونقابة الصحفيين، ومنظمة مواطنة، ومؤسسة بيرسنت، ومركز صنعاء للدراسات، وعدد من الزملاء والمقربين من العبسي، وكونوا لجنة لمتابعة القضية. كانت النقابة، تم إيقاف الدفن ومن ثم نعم كانت النقابة إحدى الجهات. النقابة كانت الجهة الرئيسية في الموضوع. نعم. طبعا مع أسرة محمد العبسي تم إيقاف الدفن، وتم التواصل واختيار طبيب شرعي مستقل ومحايد اختارته النقابة وفريق المتابعة وأسرة العبسي لأخذ العينة، ومن بعد إعادته إلى ثلاجة مستشفى الكويت. نعم. وأخذ العينة وفق معايير طبية عالية. هذه كانت المرحلة الأولى، بعد طبعا أن تأكد من الجثة والتعرف على هويتها من قبل الأسرة. من ثم تم يعني حفظ العينة في بمعايير مهنية خالصة وتحت إشراف متخصصين، ومن ثم تم نقل العينة وفق الإجراءات الطبية إلى مدينة عدن بسبب يعني انقطاع الطيران في صنعاء، وكان برفقة العينة ممثل للجنة المتابعة ونقابة الصحفيين ومن أسرة الشهيد محمد العبسي. تم الانتقال إلى عدن، ومن ثم تم الانتقال إلى عمان في الأردن، وتم تسليم العينة والتأكد من سلامتها من قبل مركز الأدلة الجرمية في الأردن بعد أن استلمت رسميا وتأكدت من يعني من جاهزية العينة. تم التصريح بدفن الجثة ومن قبل الأسرة واللجنة المتابعة. هذه كانت الخطوات الأولية. نعم. ومن ثم انتظرنا تقرير الطبيب المركز الطبي في الأردن، والذي أكد أن الزميل محمد العبسي مات نتيجة تسمم واختناق بمادة بغاز أول أكسيد الكربون الذي بدرجة تشبع عالية 65%. التقرير قال أنها قاتلة. ومن ثم طبعا نبدأ الآن مرحلة جديدة بعد قبل أن ننتقل لهذه النقطة أستاذ نبيل، يعني نعم أستاذ نبيل، يعني دعنا يعني نخطو بالتسلسل إلى أن نصل إلى الإجراءات التالية لصدور هذا التقرير، لكن قبل ذلك أستاذ نبيل، يعني حدثنا عن ظروف تشكيل هذه اللجنة، كيف تمت، من الذي أشرف تماما على تشكيلها، لما لا يوجد فيها جهة رسمية على الأقل، يعني تعد جميع اللجان المشكلة هي يعني أو الجهات هي جهات خاصة تقريبا، لا يوجد جهة رسمية مخولة بهذا التشكيل، كيف تم تشكيل هذه اللجنة ومن أقرها؟ طبعا هو كان أول الجهة الرئيسية هي أسرة الفقيد، لأنه هي الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ أي إجراءات، مثلا إيقاف عملية الدفن أو المطالبة بالتشريح، لأنها هي الجهة المعنية. ومن ثم نقابة الصحفيين بحكم أن الزميل هو عضو النقابة وحق الوسط الصحفي بمعرفة الحقيقة. طبعا كان هناك يعني تضامن من عدد من المنظمات التي هي منظمة مواطنة، وأيضا مؤسسة بيرسنت، وأيضا من مركز صنعاء للدراسات، وكلهم هذه الجهات هم من الزملاء والمقربين لزميل محمد العبسي، إضافة إلى عدد من الزملاء المقربين فضلوا عدم ذكر أسمائهم نظرا للظروف الحاصلة في صنعاء. طبعا هذه اللجنة اجتمعت أكثر من مرة وتدارست الوضع، ويعني وفق الملابسات والأحداث وأيضا الظروف الموضوعية التي الحاصلة في صنعاء،
ومن أجل كشف الحقيقة. طبعا نحن كنقابة الصحفيين نثق بكافة الجهات والزملاء الذين كانوا متواجدين في اللجنة ومدى حرصهم الشديد لمعرفة الحقيقة، وهذا هدفنا الرئيسي يعني في معرفة الحقيقة قبل أن تغيب بدفن الجثة. نعم أستاذ نبيل، يعني نعلم أن في نهاية الأمر أن الهدف الأساسي هو معرفة الحقيقة، ولكن يعني هي تعد قضية رأي عام، ألا يفترض أن يكون هناك يعني أن تتبنى مثل هذه القضية جهة رسمية يعني ربما مخولة بهذا الأمر بالبحث بحماية هذه العينة؟ يعني طبعا لا نشكك في أي جهة قامت بدور يعني تطوعي في نهاية الأمر، هذا كله يعني، ولكن الغريب يعني إن لم تكن هذه الجهات المتطوعة قامت بهذا الأمر، هل كان يعني يمكن أن لا يتم تشكيل لجنة رسمية لمتابعة القضية؟ لا أعتقد أن هناك لجنة يعني رسمية في ظل سلطة أمر واقع، نحن نعتبرها إحدى الأطراف يعني التي يشار إليها باتهام معين أو بتواطؤ معين أو قد تكون إحدى الجهات المشتبهة، ولذلك كنا حريصين جدا على أن يكون هناك لجنة مستقلة من الزملاء الصحفيين ومن المنظمات ومن الجهة الحكومية الشرعية في الدرجة الأساسية. نعم، من يعني جهات الحكومة الشرعية لم تكن هي مخولة بهذا الأمر؟ طبعا هناك كان هناك عروض من قبل الحكومة الشرعية مثلا بتحمل بعض التكاليف ونقل الجثة إلى عدن وتشريحها، لكننا صراحة كنا حريصين جدا على عدم استغلال القضية سياسيا أو دخولها في مهاترات معينة. مثلا إذا تم تشريح الجثة من قبل الحوثيين فإن الأطراف الأخرى بما فيها حتى نقابة الصحفيين سوف نشكك بإجراءات هذه الجهة، لأنها جهة مشتبه فيها أولا، والأمر الثاني لأننا نعرف أن هناك سلطة أمر واقع وحدثت الحادثة أمام يعني في ظل سلطتها، وبالتالي هناك يعني ملابسات ويعني لا نستطيع منحها هذه الصلاحية. إضافة إذا تم نقلها من قبل الحكومة الشرعية الجثة وتشريح الجثة ستظهر هناك أصوات من قبل الأطراف الأخرى تشكك في نتائج يعني التشريح الطبي وستحوله إلى قضية سياسية. نعم. حتى أنه تم عرض علينا الكثير من الجهات الدعم المالي في هذا السياق، لكننا رفضنا رفضا تاما واعتمدنا على الجهات في لجنة المتابعة فقط، هي من تحملت التكاليف حتى نخرج من أي شائبة أو أي ملابسات في هذا السياق. نعم، سأعود إليك أستاذ نبيل، اسمح لنا فقط أن ينضم إلينا الأستاذ فؤاد عامر المتخصص في القانون من فرنسا. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء الخير. نعم أستاذ فؤاد، يعني ظهرت نتائج الطب الشرعي، برأيك ما هي الخطوات التي يعني لابد أن تتبع هذه أو هذا البيان الذي صدر؟ هو طبعا عزاء متاخر لاسره الفقيد بهذا المصاب، لشخصيه كانت محل تقدير من جميع الوسط الاعلامي والسياسي وايضا الرأي العام في اليمن. حقيقه بعد هذا التقرير حتى الان ما رشح لنا حتى الان، هو مجرد هذا البيان اللي هو يمكن صفحه واحده الذي صدر من لجنه المتابعه. نعم. وليس هناك تقرير تفصيلي حتى اللحظه تم نشره، بحيث انه القاضي الذي سيتعاطى مع هذا الموضوع يجب ان يكون امامه تقرير متكامل. هل يعد هذا التقرير تقرير متكامل من وجهه نظر قانونيه؟ التقرير حتى الان هو صفحه واحده، يعني حتى القاضي الان في الوضع الحالي اذا كان هناك قاضي وتم قراءه هذه البيان، اذا تم الاعتماد فقط على ما هو منشور في هذا البيان، فهناك اسباب كثيره تبرئ اي جهه او اي طرف متهم من القاء التهمه باتجاهه، لانه هو يتحدث بشكل عام الان حول اول اكسيد الكربون هو عباره عن غاز، ومساله اذا كانت الوساخه حصلت بسبب هذا التسمم الناتج عن طريق الغاز، فهناك من المفترض ان يكون هناك اناس اخرين قد اصيبوا، سواء في البيت، سواء في المين، سواء في اي مكان مغلق اخر. بحسب طبعا انا لست متخصص في الطب الشرعي ولا في المعمل الجنائي، وهو كان دوره هكذا، لكن كقراءه اوليه اي الصيغه التي صيغت فيها البيان اللي هو منشور الان من لجنه المتابعه
تحمل في طياتها إمكانية لتبرئة أي طرف آخر متهم في هذا السياق. نعم. لكن الظرفية السياسية طبعاً هنا، ألو؟ نعم أسمعك جيداً. الظرفية السياسية طبعاً هي أعطت القضية أبعاداً كثيرة، وكان من الحكمة، أنا طبعاً سمعت متأخر لكلام الأستاذ نبيل الأسيدي في هذا الموضوع، هي أنها تعاملت بحكمة حين رفضت أن يكون هناك سلطات الشرعية مثلاً في عدن، رغم أنه معين من رأيها الشرعي بأن تأخذ القضية، منع لأي التباس، وهذا تصرف حكيم. لكن أيضاً في نفس الاتجاه أيضاً سلطات الأمر الواقع في صنعاء هي بشكل أو بآخر هناك نوع من الاتهام، سواء من قبل الرأي العام أو من الأسرة الفقيدة أو من الأسرة الصحفية، ربما هناك بعض الاحتمالات بأن تكون سلطات الأمر الواقع هي أحد المتهمين في هذه القضية. لذلك الآن كل القضايا اللي هي موجودة في اليمن، كثير من الجرائم الجنائية، لدينا كثير من الاتهامات، لدينا 12 ألف معتقل، لدينا كثير من المقتولين قسرياً، في كثير من الجرائم معطل متابعتها في الوقت الحالي، وهي تعتمد في الأخير على الوضع السياسي العام في البلد. البلد الآن في حالة انهيار كامل، انهيار كامل لمؤسسة الدولة ولسلطاتها بما فيها السلطة القضائية التي يمكن أن تكون مرجع موثوق للقيام بمثل هذه التحقيقات. إذا نحن لا توجد هناك سلطات موثوقة في متابعة هذا الموضوع. التقرير بوضعه الحالي لا يعني يعطي إمكانية، لأنه في الأخير ما هي عناصر التجريم؟ يعني إذا جينا نقول نتكلم من ناحية قانونية، عناصر الفعل المادي لأي جريمة هي تتكون من السبب والنتيجة والعلاقة السببية. السبب هو وهو الأكسيد الكربون أو هذه المعطيات اللي موجودة في التقرير، والنتيجة وهي وساطة الصحفي العبسي. لكن العلاقة السببية، إمكانية الربط ما بين السبب والنتيجة، ما بين أول أكسيد الكربون هذا ووفاة الصحفي العبسي، من خلال المعطيات الموجودة في هذا البيان اللي موجود لا نستطيع، يعني ربما تكون هناك أسباب كثيرة متداخلة، ربما يكون هناك أسئلة كثيرة تطرح حول لماذا لم يكن هناك مثلا أشخاص أو ضحايا آخرين، لماذا فقط كان هو وأخوه فقط اللي هم متضررين. نعم. طيب ما رأيك أستاذ فؤاد يعني بالإجراءات التي تمت، قانونية تشكيل اللجنة، مدى يعني صحة الإجراءات التي تم بها نقل العينة للتشريح؟ هو في الأخير لا لجنة حين يكون هناك سلطة قضائية يعني موثوقة، سواء فيما بعد طبعا الآن في اليمن كثير من الجرائم، كثير من الانتهاكات، كثير يعني كلها اصبحت يعني لا يوجد احد يتابعها، وبالتالي هذه قضيه العبسي لن تكون استثناء في هذا السياق. كثير من الجرائم السياسيه يعني يحصل ان تتم اثارتها بعد سنوات، وهذا ما سيحصل مع قضيه العبسي، لان الان لدينا كثير من الانتهاكات، كثير من الجرائم لا يوجد احد يعني لا يوجد سلطه قضائيه نستطيع الرجوع اليها. لكن في هذا السياق طبعا القاضي فيما بعد هو الذي سيقوم ببحث وجود الجهة القضائية المختصة الموثوقة، هي التي ستقوم بفحص هذه الإجراءات. من هي هذه الجهة المختصة الموثوقة أستاذ فؤاد؟ يعني في الوقت الحالي لا يوجد هناك لدينا سلطة أمر واقع في داخل صنعاء وهي غير موثوقة بشكل أو بآخر. نفس الشيء إذا كانت الجهة الموجودة في داخل عدن هي أيضا غير موثوقة، لكن يمكن من نقابة الصحفي. لماذا يعني أستاذ فؤاد يعني لما هي جهة غير موثوقة السلطة الموجودة في عدن؟ أليست هي السلطة الشرعية الممثلة والمعترف بها دوليا؟ هي صحيح أن السلطة معترف بها دوليا، لكن كقضية هذه فيها كثير من الحساسية. الظرفية السياسية التي نحن فيها قد تلقي ظلال من الشك، ونحن كرأي عام، نحن كمتابعين، كأسرة الصحفيين، كأسرة الصحفية، كرأي عام يريد أن يطمئن إلى سلامة الإجراءات. نعم، يعني أفهم من كلامك أستاذ فؤاد أن القضية قد تؤجل بهذا الشكل؟ هي ليست القضية الوحيدة، لدينا آلاف الحالات من الاختفاء القسري، لدينا آلاف الجرائم، لكن بالإمكان الحين في هذا الوقت، في الوقت الحالي بالإمكان لنقابة الصحفيين مثلا أن تأخذ من باب الاطمئنان أكثر، يمكن أن تقوم بالتواصل مثلا مع نقابة الصحفيين، مع منظمة الصحفيين بلا حدود أو قريناتها في بقية الدول مثلا في باريس أو في لندن، من أجل إرسال هذه العينات مرة أخرى، من اجل ان يكون هناك اطمئنان اكثر لفحصها. هناك طبعا هذا السلوك سائد في الجرائم، في جرائم الاغتيالات السياسيه والجرائم المتعلقه بالرأي العام التي تحصل كثير في دول العالم العربي في العالم الثالث، يرسلوا عينات، واخرها ربما سمعتم عنها القضيه المشهوره المتعلقه باغتيال ياسر عرفات. يعني في هذه الحاله
تم ارسال عينات الى باريس رغم انه العينه قد تم فحصها كان في الاردن وفي فلسطين، لكن النتائج التي جاءت مثلا في باريس كانت مختلفه تماما. وهو الو نعم معك استاذ فؤاد. وهو ما يمكن ان يصيبنا في هذه الحاله، يعني ان يتم ايضا ارسال عينات الى قبرص يعني او اليونان او لفرنسا او الى داخل بريطانيا عن طريق العلاقات اللي هي موجوده ما بين نقابه الصحفيين في اليمن وعلاقتها مع منظمه الصحفيين بالحدود او كثير من الجهات التي يمكن ان تكون متعاونه، وهي تعطي اطمئنان اكثر في الوقت الحالي. نريد اطمئنان اكثر فيما يتعلق يعني ارسال نفس العينه استاذ فؤاد ام عينه جديده؟ لا هي العينه نفسها ولكن في بلد اخر يعني. نعم في فتره لاحقه يمكن ايضا تشريح القصه من جديد اذا لم يكن هناك يعني وتحصل في حالات كثيره يعني يتم اعاده نفس القبر واخذ العينه من جديد من قصه الشخص. طيب يعني قانونيا استاذ فؤاد يعني ما هي الاجراءات التي يفترض ان تحدث بعد هذا البيان الذي صدر من لجنه المتابعه؟ عمليا الان في الوقت الحالي القاضي دائما عندما ينظر يعني اذا وجدت يعني اذا كانت مثلا رأت الأسرة الصحفية أو أسرة الفقيد أنه يتم المضي في أن يتم المضي في العملية القانونية في الإجراءات القضائية مثلا في صنعاء، الآن القاضي هو سيتم النظر في وفق ما هو موجود وفق التقرير الذي هو موجود حاليا، سيتم التأكد من سلامة الإجراءات، هل العينة أخذت من الشخص نفسه مثلا؟ هل خلاصة التقرير مطابقة مع الوقائع؟ هذا في الاخير هو عمل قانوني تقني بحث تقوم بها السلطات، لكن من هي السلطات التي يمكن ان تكون مضمونه وموثوقه للقيام بهذا الشيء؟ هذا هو السؤال. اذا شكرا جزيلا لك استاذ فؤاد عامر المتخصص في القانون، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. عوده اليك استاذ نبيل، استمعت لحديث الاستاذ فؤاد، يعني ربما السؤال الان الدائر يعني قبل اي اجراءات، لانه ربما صعب مساله الاجراءات حاليا في ظل وجود سلطه امر واقع وعدم امكانيه فتح القضيه بشكل جدي ومحايد، ولكن استاذ نبيل هناك من يتساءل يعني ما هي الضمانات التي تؤكد ان هذه العينه التي تم نقلها هي مضبوطه وهي لم تتغير مثلا، خاصه يعني وانت حدثتني عن سوء الظروف سلطه الامر الواقع في صنعاء، كيف استطعتم او كيف استطاعت لجنه المتابعه اخراج هذه العينه رغم ان البيان صدر او تحدث بان يعني تم الموافقه من جميع الجهات باخراج هذه العينه ووصولها الى عدن، كيف حدث ذلك؟ والله أنا أحب أن أشير إلى نقطة هامة جدا في هذه القضية، يعني عندما تم أخذ العينة من جثة الزميل محمد العبسي رحمه الله كانت بحضور الأسرة الفقيد بعد التعرف على هويته والتأكد من الجثة، وأيضا بحضور مندوب من لجنة المتابعة وحضور الطبيب يعني الطبيب المتخصص الذي تم اختياره بصفة يعني استقلالية ومن قبل الأسرة ولجنة المتابعة. أيضا كنا حريصين جدا يعني في لجنة المتابعة على أن لا يتم الإعلان عن أخذ العينة حتى تصل إلى الأردن والتأكد من تسليمها ومن سلامة وصولها وصحتها في قابلة للتشريح. ايضا تم نقلها الى عدن يعني بمرافقه الاسره وبمرافقه مندوب من النقابه وعن لجنه المتابعه. كانت كل الاجراءات حرصنا على ان تكون سريه ولم يتم الاعلان حتى البيان السابق لم يتم الاعلان عنه الا بعد وصول العينه الى الاردن والتاكد من سلامتها وتسليمها الى الجهه المختصه. نعم هذا اولا. الامر الثاني عندما نحن الآن نتحدث عن من الإجراءات ماذا بعد أن كشفت دعني عند الحديث عن الإجراءات أستاذ نبيل يعني حتى نعطي هذه النقطة حقها نتحدث فيها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نبيل. كنا نتحدث عن يعني ما مدى ضمان ان تكون العينه التي تم نقلها مضمونه، حدثتني انه يعني كانت باشراف اسره الصحفي محمد العبسي، ولكن ايضا الحديث عن
يعني مدى إمكانية الحفاظ عليها حتى وصولها إلى الأردن؟ كيف تمت هذه النقطة في ظل وجود سلطة أمر واقع، في ظل يعني صعوبة التنقل والمسافة التي تم قطعها حتى الوصول للأردن؟ بعدها نتحدث عن الإجراءات التي تلي هذا البيان. بالطبع يعني كان هناك طبعا إشراف طبي متخصص ووفق المعايير الطبية والمتخصصة والفنية والطبية لحفظ العينة وإرسالها بطريقة طبية محفوظة من أي تلوث أو من أي تعرض لأي شوائب في هذا السياق. يعني كنا حريصين في لجنة المتابعة وفي نقابة الصحفيين والأسرة أيضا على أن تكون الإجراءات سليمة جدا، وايضا بما يحفظ تم اخذ العينه من اكثر من جهه من الجثه، التاكد من سلامتها، لم يتم يعني الاعلان عن البدء بمراسم الدفن الا بعد ان استلمت الجهه في الاردن رسميا العينه واعلن واكدت سلامه العينه. طبعا نحن لا نشك يعني علينا ان نستبعد في هذا السياق يعني فيما يخص العينه هل هي من الجثه او غيرها، هذا كانت تحت اشراف يعني الاسره مباشره يعني. يعني طيب طرح الاستاذ فؤاد يعني طرح الاستاذ فؤاد انه يجب ذلك. نعم استاذ نبيل، طرح الاستاذ فؤاد انه يجب ان تنقل العينه مره اخرى الى بلد اخر ربما يعني اكثر يعني تطور طبيا، ربما تتغير النتيجه، هل يعني ترد اليكم مثل هذه الفكره ام اكتفيتم بما يعني تم في الاردن؟ طبعا هناك الحديث وتداول يعني ونقاشات في داخل لجنة المتابعة في هذا السياق. للأسرة طبعا الحق أيضا في المطالبة مرة أخرى أو إذا لم تقتنع بما جاء في هذا التقرير مثلا، رغم أنها كانت برفقة العينة أيضا حتى من البداية حتى النهاية، ولكن هي الجهة المخولة الوحيدة قانونيا بأن تطلب طيب ما مدى تقبلهم أستاذ نبيل؟ نعم اتضح أن الأسرة هي التي يجب أن يعني تطالب مثلا إذا أرادت، ما مدى تقبلهم لنتيجة التقرير؟ يعني مثلا أنا أعلم أن ابني أو أخي ذهب في المكان الفلاني وعاد إلينا، لكن يعني كل الحكاية التي وردت حينها أنه كان في المطعم هو وابن عمه يعني يتناولون العشاء وحدث ما حدث، تعلم يعني وتحدث الكثير من الأطباء ما الذي يعني التسمم بغاز أو الأكسيد الكربون، يجب أن يكون في مكان مغلق، أن يتعرضوا ل يعني كمية هائلة من هذا الغاز، يعني النسبة ليست بالعادية 65%، يعني أنهم ظلوا يتعرضوا لغاز في مكان مغلق فترة طويلة. يعني ما هي الحيثيات؟ يعني بالتأكيد هم سألوا ابن عم الشهيد أين كنتم، ما الذي حدث، ما مدى تقبلهم للنتيجة؟ طبعا الأسرة إذا لم تتقبل النتيجة هي أولا الموقعين على البيان، ولم يصدر هذا البيان إلا بعد موافقتها تام يعني بشكل تام ويعني وكافة أعضاء اللجنة، وبعد الاطلاع والتأكد الظرف الذي وصل كان مغلقا ومن العاصمة الأردنية وتم فتحه بحضور لجنة المتابعة بما فيهم على رأسهم الأسرة ونقابة الصحفيين، تم فتح الظرف وقراءته من قبل الطبيب المتخصص وشرحه، وايضا تم يعني كتابه البيان وبحضور الاسره وكل يعني وفق الاجراءات المتبعه. ما يهمنا في هذه المرحله هي معرفه الملابسات التي ادت الى وفاته مسموما، وما هي الطرق ومن هي الجهات، وهذا لن يكشفه الا وفق تحقيق حيادي ومستقل خارج من أي ضغوطات ولا يوجد تحت أي سلطة يعني كانت أمر واقع أو غيرها. وبالتالي نحن نتدارس الكثير من الخيارات في هذا السياق، من بينها يعني تشكيل لجنة حقوقية وقانونية من المحامين والقانونيين يتم اختيارهم من قبل لجنة المتابعة ومن قبل الأسرة للمشاركة في التحقيقات حتى نقلص نسبة من سيقوم بهذه التحقيقات أستاذ نبيل؟ الأمر الآخر نعم، من سيقوم بهذه التحقيقات إذا كانت النيابة العامة تحت سلطة الأمر الواقع الذي يعني أنت تتحدث منذ بداية الحلقة بأنها جهة ربما مشتبه بها؟
بالنسبة لرأيي الشخصي أنا أعتقد أنه يعني النيابة العامة التابعة لسلطة الميليشيات أو سلطة الأمر الواقع هي نيابة غير موثوقة تماما، وبسبب العديد من الإجراءات التي قامت بها وخاصة إزاء الصحفيين لازلنا نتذكر البيان الكاذب الذي أصدره النائب العام بما يخص الصحفيين المعتقلين والمختطفين في السجون منذ أكثر من سنة وستة أشهر. هناك شكوك واضحة، لكن نحن علينا أن نكون واقعين، نحن أمام سلطة أمر واقع. هناك أمرين لا بد، إما أن نسير بإجراءات التحقيق والمطالبة والضغط بشدة بأن يكون هناك لجنة مستقلة ويتم إشراك محامين وقانونيين من قبل نقابة الصحفيين والأسرة ولجنة المتابعة بما فيهم مستشار نقابة الصحفيين، المستشار القانوني نقابة الصحفيين أيضا هنا، وكما أنني أدعو الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي للصحفيين بإرسال قانونيين يمثلونهم للمشاركة في لجنة التحقيق. هذه خطوة. الأمر الآخر الذي نتدارسه أيضا أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا تنتهي أيضا بأن يكون هناك تحقيق شكلي أو ما إلى ذلك. سيتم فتح القضية مرة أخرى ومرة ثالثة حتى نعرف الحقيقة. نحن لن نترك دم زميلنا حذرا. وأيضا هناك نقطة رئيسية أعود إليك عندها أستاذ في ملعب الحوث. نعم أعود إليك بعد أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ماجد المذحجي عضو لجنة المتابعة أيضا ومدير مركز صنعاء للدراسات عبر الهاتف من بيروت. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور. هلا. نعم أستاذ ماجد، يعني سمعنا من الأستاذ نبيل عن يعني حيثيات نقل العينة وتشكيل لجنة المتابعة، ما مدى يعني قناعة أو قناعتكم جميعا بما ورد في يعني التقرير، خاصة يعني هناك يعني حدث الأستاذ نبيل قبل لحظة أن هناك من تشكك في هذا البيان أنه لم يعني يكن الأستاذ يعني الشهيد وابن عمه في مكان مغلق مثلا، لم يختطفوا، لم يعني كيف يمكن أن يستنشقوا هذه الكمية من أول أكسيد الكربون وكل الحكاية التي وصلت للناس أنهم كانوا في المطعم لتناول العشاء؟ طبعا هناك الكثير من الظلال حول المسار الذي كان عليه الذي انتهى فيه الشيخ محمد العبسي، يعني بدءا من واقعة المطعم وكثير من اللغط بداية، يعني كان السبب الأساسي الذي أثار انتباه الجميع في وجعل التقدير يذهب إلى كون الوفاة ليست طبيعيا، هي ذهاب ابن عمه إلى أيضا إلى مسعفة إلى المستشفى في حالة إسعاف. لكن لدينا واقعة فنية هنا في الأخير، نحن لا يمكن الحديث عن مدى قناعتنا فيما يخص نتائج المختبر الخاص بالأدلة الجنائية، لأنه هذا مختبر فني للغاية وغير محسوب على أحد أطراف الصراع، وجهة فنية ذات مستوى عالي من الاحترافية ويتبع دولة على الأقل نظريا إذا ملنا إلى التشكيك هي نظريا هي ضمن التحالف العربي المناهض لسلطة الحوثيين، وهي جهة موثوقية عالية بالنسبة فلذلك أي حديث عن تشكيك في النتائج الفنية الصادرة عنها أعتقد يفتقر إلى الكثير من الدقة. لدينا مشكلة فيما يخص تبيان ما الذي جاء، كيف يعني كيف أن هناك تناقضات في المسار الذي انتهى إليه زميلنا وعزيزنا المرحوم محمد العبسي. هذا يحتاج تحقيق، هنا دور مسار التحقيق. أنا بتقدير التشكيك والقلق يتم ماذا حدث، كيف حدث وكيف انتهى، هل كان هذه النتيجة نتيجة شأن عرضي حادث عرضي أم نتيجة فعل جنائي عمدي جرمي؟ لكن استاذ ماجد يعني دعني انت يعني قبل ان ننتقل لنقطه اخرى، يعني كان معنا الاستاذ فؤاد وهو متخصص في القانون واطلع على البيان ويعني تحدث ان البيان كان فيه ابعادا كثيره ربما سياسيه، ان فيه يعني امكانيه تبرئه جهات معينه، على العكس يعني كان يتوقع ان يكون هذا البيان كاشف او يعني التقرير الطبي كاشف لكثير من الملابسات، على العكس يعني ربما زادها يعني ضبابية وعدم توضيح، ما رأيك؟
عزيزتي، بالتأكيد هو حتى بالنسبة لنا كأعضاء اللجنة هو أضاف لنا، يعني هو لم يقرر حقيقة حاسمة تجعل نحن نشعر بالاسترخاء، اتفق مع هذه الزاوية، لكنه في الأخير نحن كأعضاء يعني نحن لجنة متابعة ولسنا لجنة تحقيقات. نعم. في فارق بسيط في هذا الموضوع، نحن كنا حريصين على أنه لا ينتهي زميلنا محمد العبسي من دون إثبات كيف انتهت الوفاة، كيف انتهى وفاة، يعني نحن بذلنا جهد ما لم يقم به الآخرين، لم تقم به الدولة اليمنية، ما لم يقم به، واستطعنا أن بعد جهد طويل وفق السياق المعلن أنه ننقل هذه العينات. كيف ذلك؟ ماذا يحدث؟ في الأخير لسنا جهة جنائية، لسنا جهة تحقيق، نحن متعاطفين، نحن مع أسرة الزميل. نعم. مع نقابة الصحفيين كجهة مختلفة قمنا بهذا المسار، كونه لم يلبي احتياجنا إلى الحقائق كاملة، كون فعلا الحقائق فيها الكثير من الظلال والشكوك، هذا ما يجب أن ينقل لأجل إماطة الظلال عنه. من الذي برأيك سيكشف هذه الظلال يعني التي؟ وهذا ما نريده، لا حتى الآن نحن ندعو إلى تحقيق ضمن المسار، هو نظريا وضمن المسار الافتراضي لأي مسار تحقيق، هي جهاز النيابة العامة، لدى الجميع شكوك بكون النيابة العامة تحت سلطة الأمر الواقع، أتفق مع هذا الشك وهذا التقدير، لكن في الأخير ما زلنا نناور، إذا نكون واضحين نناور في مساحة ضيقة يعني. أستاذ ماجد، يعني بهذا الشكل، نعم. يعني هل نتوقع يعني أن طالما أن النيابة العامة جهة ليست يعني بالموثوقة وتقع تحت سلطة الأمر الواقع بهذا الشكل، هل يمكن أن يؤجل مسألة التحقيق؟ هل يمكن يعني ألا يمكن أن يطالب بتحقيق دولي مثلا؟ ألا يعني عبر نقابة الصحفيين؟ عزيزتي أعتقد نعم، من كل الخيارات مشروعة وكل الخيارات يجب أن تطرح على الطاولة. مثلا إذا دشنت مسار النيابة العامة في صنعاء، دشنت مسار تحقيق، لا يستطيع أحد إيقافها باعتبارها سلطة الأمر الواقع، ويمكن حتى محاولة حماية مسار هذه التحقيقات عبر اشتراك ممثلين من نقابة الصحفيين، تحديدا من المستشار القانوني للنقابة أو أي جهات محايدة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تشكيل لجنة مثلا قانونية عبر الاتحاد الدولي للصحفيين، عبر اتحاد الصحفيين العرب. هل بالإمكان إعادة تفعيل مسارات ملاحقة أو مسارات تحقيق تشكيل لجنة؟ لماذا لا تستنفذ كل هذه الاختيارات؟ ومن يقوم بالعتاب عليه أن يبذل جهد في تشكيل هذه المسارات، أما أن يتبرعوا بتشكيل أو بتبرع بالاتهامات فقط، فليقوموا بالدور في الدعوة لتشكيل لجنة التحقيق، يقوموا بالعمل على تشكيل لجنة التحقيق. يعني طائر الاتهامات لا يساعد الأسرة ولا يساعد الحقيقة، ما يساعد الأسرة والحقيقة هو العمل الجاد، لا التبرع من مواقع مسترخية يا عزيزتي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المدحجي، عضو لجنة المتابعة ومدير مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. عودة أو ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ وضاح الجليل الصحفي، عبر الهاتف أيضا من القاهرة. مساء الخير أستاذ وضاح. مساء النور، أهلا وسهلا، أهلا بك معنا، يعني كونك صحفي أستاذ وضاح والفقيد محمد، يعني لكل الصحفيين إن لم يكن لكل اليمنيين، ما هو تعليقك على البيان الصادر في اغتيال الشهيد محمد العبسي بعد التقرير الطبي؟ نعم، للأسف فوجئنا بهذا البيان الذي كان أشبه بالكارثة، كان يفترض أن هذا البيان يوضح الكثير من النقاط والأمور، إلا أنه ظهر وهو كأنه يضيف مزيدا من الغموض على قضية استشهاد الزميل الصديق محمد العبسي بهذه الطريقة. تقرير يفتقد إلى المهنية وفيه الكثير من الركاكة، وخصوصا أنه صيغة بطريقة تلفيقية، هو جمع معلومات المتابعة والتي أقصد إجراءات المتابعة التي اتخذها فريق ما يسمى بفريق المتابعة، وأيضا أدمج فيه تقرير الطبيب الشرعي، والذي كان أيضا منقوصا ومبتزئا وغير علمي أو منطقي. هو مباشرة وفي بضع كلمات أشار إلى أن السبب في وفاة الزميل العبسي هو التسمم بمادة أو أكسيد الكربون، وبينما نحن نعرف كل تفاصيل وفاة العبسي منذ بدء شعوره بالألم وحتى وصوله المستشفى ثم إعلان وفاته.
هذا التقرير يفتقر إلى أن هو يضيف المزيد من الغموض ويخدم الطرف الذي كان وراء وفاة محمد العبسي. نعم أستاذ وضح عند إضافة يعني عند نقطة أنه يعني يضيف مزيد من الغموض، يعني تحدث معنا الأستاذ ماجد المدحجي وقال فعلا بأننا يعني شعرنا بأن التقرير جاء لم يكشف شيء وإنما أضاف إلينا يعني الغموض وظلال، يعني تحدث عن ظلال معينة أضيفت للحادثة، ولكن في نهاية الأمر هو يقول يعني نحن لجنة لسنا إلا متطوعة، قمنا بواجب السؤال كيف انتهى زميلنا حتى لا يتم يعني كان يعني سيدفن ساعتها، ولكن تم تدارك هذا الأمر بفكرة العينات. دعني فقط أنقل يعني هذه الملحوظات لك. معنا الأستاذ نبيل الأسيدي يعني وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين التي كانت إحدى فرق المتابعة. أستاذ نبيل استمعت لحديث الأستاذ وضاح؟ نعم أحب أن أوضح إلى نقطة رئيسية. نعم ما هو تعليقك؟ لابد أن نفرق بين التقرير المهني والمتخصص وبين الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل لجنة المتابعة. نعم. في الأساس التقرير الطبي هو تقرير مهني متخصص يكشف سبب الوفاة من يعني من خلال العينات التي وصلته، وبالتالي فهو غير مخول أيضا مثلا بآلية التحقيق كيف ومتى وتعرض لهذا الغاز. هو يعني قال بالنص الواحد هو تعرض لتسمم واختناق من قبل غاز أكسيد أول أكسيد الكربون بنسبة تشبع 65% وهذه نسبة قاتلة. هذا هو التقرير الفني والطبي. مسألة أن يكون هناك إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب التي يعني وصلت إلى الزميل محمد العبسي وما هي ملابسات استنشاقه لهذا الغاز السام وكيف تم ذلك ومتى، هذه لا يتم الكشف عنها إلا عبر لجنة التحقيق واضحة. نعم. هذا امر يعني نعم هذا امر واضح ربما ولا احد يعني يطالبكم بتحقيق ما، لكن دعني استفهم الاستاذ وضاح. استاذ وضاح يعني هل تعتقد ان هناك ثمه اختلالات في معرفه الحقيقه تمت بشكل او باخر؟ ان كان هناك اختلالات فاوجزها لي بنقاط حتى يعني يرد عليها الاستاذ نبيل. نعم انا استمعت الان للزميل العزيز نبيل السيدي، لكن اود ان اشير الى ان المساله كما ذكر الصديق ماجد ايضا ان المساله كان فيها تطوع من قبل عدد من الافراد والجهات من اجل كشف هذه الملابسات، لكن حتى هذه الاجراءات للاسف الشديد اتخذت بالكثير من الخفه. انا لا القي اللوم هنا على من قام بهذه الاجراءات، بل يمكن ان الوم نقابه الصحفيين اولا او لنفترض ان الحكومه الشرعيه ايضا كان يفترض ان تقوم بدورها المتكامل في هذه القضيه بصفه الزميل العبسي احد مواطنيها ومن يفترض ان تقوم بحمايتهم والكشف عن ما تعرض له من انتهاكات. الامر الاخر ان التقرير الطبي الذي ظهر في سياق البيان الذي اذيع امس او نشر امس كان مبتدئا كما قلت، ولم يوضح الا ان سبب الوفاه كان ماده اول اكسيد الكربون، لكن لم يوضح تفاصيل اخرى حول هذه. انا يمكن ان تسالوا اي متخصص طبيب متخصص او اهل الشان في هذا الموضوع، يفترض كان ان يقول التقرير بشكل كامل ومفصل ان هذه الماده تسببت في وفاته عن طريق قطحة صدرية مثلا او اختناق او ما شابه، وان هذا الامر استغرق فترة معينة، لكن كل هذه الاشياء لم ترد في التقرير. التقرير ايضا او البيان صيغ ايضا بطريقة خفيفة وغير كافية. كما قلت واؤكد من جديد، اللوم لا يقع هنا على من قام على فريق المتابعة، بل يقع على الجهات المعنيه والرسميه. الاتحاد الدولي للصحفيين الذي كان اعلن قبل بعد ايام من حادثه وفاه الزميل العبسي انه مستعد لارسال طبيب من جهته لاعمال الفحص وتشريح الجثه، هذا الامر لم يتم متابعته لا من قبل نقابه الصحفيين ولا من قبل الحكومه ولا من اي طرف اخر.
هناك الكثير أيضا من اللبس والغموض في عدم القناعة لدى الكثير من الأطراف بإحدى الجهات المسؤولة في فريق المتابعة، إحدى فرق الجهات المسؤولة في هذا الفريق. هناك الكثير من الشكوك حول أدائها المهني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهناك من يتهمها بشكل واضح بتجميل وجه الميليشيات والتواطؤ معها والتغاضي عن انتهاكاتها في الكثير من المناطق ومن منها. نعم. للأسف يعني نعم. المخرج يشير لي بانتهاء الوقت، شكرا لك وضح الجليل الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل، يعني في نصف دقيقة، ما الذي يمكن عمله خاصة بعد أن استمعت لحديث الأستاذ وضح؟ نحن الآن أمام الكثير من الخيارات في هذا السياق، ويجب أن تطرح كلها على الطاولة. هناك فكرة أن يكون هناك فريق تحقيق من إشراف بإشراك ممثلين عن نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، أيضا هناك طرح بنقل يعني بأن يكون هناك تحقيق آخر في وقت آخر إذا كان يعني إذا كنا لا نثق بما يتم، لكن علينا أن نسير في كافة المسارات بما يحقق النتيجة الواضحة. نحن أيضا أحب أن أؤكد بأننا على ثقة تامة وواثقون بلجنة المتابعة بشكل كبير. أيضا أحب أن أشير إلى نقطة، أن أسرة العبسي كانت منذ الخطوة الأولى حتى الخطوة الأخيرة وحتى الآن وهي مشرفة بإشراف تام، ولا أعتقد أن هناك أكثر حرصا من أسرته على معرفة الحقيقة أكثر من هذه الأسرة. ونحن أيضا ما زلنا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق بإشراف من نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وأيضا إرسال قانونيين وإشراك ممثل، وهذا مطلب كل الصحفيين أستاذ نبيل ربما وكل اليمنيين الذين تابعوا قضية الشهيد محمد العبسي. شكرا جزيلا لك نبيل أسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. في نهاية الأمر هذا كل ما يهم كل الصحفيين بشكل عام وكل اليمنيين الذين تابعوا قضية الشهيد محمد العبسي. شكرا جزيلا لك نبيل أسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.